خلينا نشوف شو الورق مخبي لنا هذا الشهر. أول شيء حتكون قراءة للدرس، للدراسة والعمل والسفر إذا في سفر، وبعدين ببلش دغري بالقراءة العاطفية اللي كتير بتهتموا فيها، كتير بتطلبوها. في عندك نهاية وبداية جديدة بالنسبة للدرس أو الشغل، ممكن تزبط عليهم التنتين. في عندك لقاء أو مصالحة في العمل، ممكن تكون هاي المصالحة، أو على صعيد تاني على جهة تانية ممكن أنت تطبقها. في مسؤوليات رح تنزاح عن ظهرك، وأكنه في ناس عم بتشاركك في، أو في شخص عم بيشاركك المسؤوليات، إما في العمل أو ممكن كمان في العاطفة. عم تترك العزلة والانتظار، وعم بيكون في شغلة جديدة في الشغل ممكن تفرحك، ممكن معقول كتير تفرحك هاي الشغلة. عم بيكون إلك سند قوي بالشغل، أو إلك اسمك، إلك سمعتك، فخلص يعني أنت أحرزت نجاح معين أو أكثر من نجاح، فهذا الإشي خلص ثبتك، صرت على قاعدة صلبة من بعد ما كنت كتير متخوف من هذا الشغل. اسم جديد، سمعة جديدة، عم بتكون بشخصية جديدة وثقة بالنفس فظيعة. بس يعني بنصحك بعدم الغرور، وتحسب خط الرجعة، وما تكون يعني اللي هو تستغني عن أشخاص بسبب الحظ إنه معك هاي الفترة، أو وكمان في عندك علاقات اللي هي من الجنس الآخر في العمل، ممكن مش عارف، ممكن القراءة تكون عكسية للطرف الآخر، ممكن العاطفة تدخل مع الشغل والشغل يدخل مع العاطفة، بحب مع زميل، بس ما عم تطمني هاي العلاقة. خلينا نشوف بالنسبة للدرس، للدراسة والناس اللي عم بيستنوا مثلا نتيجة امتحان، نتيجة دراسة، إن كانت يعني مرحلة ثانوية أو جامعة أو دراسات عليا. في ورق حلو وأكنه في نتيجة امتحان عم بتفرحك، عم بيوصل لك الخبر الصديق، مبين انه بخبرك في نهاية، عم تنهي هاي المرحلة على خير وعم بتبلش المرحلة اللي بعدها، عم بتواصل حياتك اذا بعد الدراسة بشكل حلو. عم بتكون كتير واقعي، كتير ناضج هاي الفترة، عارف كيف مصلحتك بشهر تموز، عم تسلك يعني أقصر الطرق وعم تبذل جهد أقل في إحراز نتيجة عالية، فعم بشوف الحظ كتير معك برج الحوت هاي الفترة، فترة تموز، وأكنه خلص يعني بيقول لك امشي وكل شي تمام. اذا كنت عم بتفكر في مشروع جديد، بيقول لك شوي اجل، او شراء مثلا ممتلك معين، بيقول لك اجل شوي وكون متروي، لانه كأنه البيت اللي بدك تشتريه او المشروع اللي بدك تدخله يعني بيحتاج لك كتير رأس مال، ف بيحكي لك انه تروى في هاي الخطوة، لانه ممكن تتعرض لاشخاص في شهر تموز، اشخاص بيوهموك، لكن انت عم بتكون كتير قوي وعم تكشف يعني الصالح من الطالح زي ما بيحكوها، المنيح من المش منيح، عم توصل لمرحلة انك وصلت من القوة، بالقوة انك تقدر
تعرف اللي قدامك بشو عم بفكر فيك، في بداية جديدة بالشغل وأكنه فرصة عمل جديدة، خاصة للأشخاص اللي ما عندهم شغل. خلينا نشوف إذا في سفر أو لا للناس اللي بيستنوا السفر. لأنه في ناس كتير بتسأل عن سفر، فخلينا نشوف. شوف أنت كتير محتار بين أنك تضل، البعض منكم طبعا مش الكل، القراءة يعني مش منطبقة على الجميع، قراءة عامة، فعم بشوفك كتير محتار بين أنك تضل وأنك تروح. بس أنا بنصحك أنك تروح، لأنه البلد اللي أنت فيها الباين أنه ما في كتير رزقة فيها، التعليم للأطفال ما عم يكون زي ما أنت بدك، أو عم تختار مستقبل أفضل لأطفالك، فلذلك عم بتفكر بالسفر. المهم تفكير بالسفر أول شيء، عم بتكون كتير محتار، بس بالأخير رح تسافر، بالأخير في سفر، سفر قريب مش بعيد، يعني ما رح تستنى كتير، ما رح تستنى كتير، رح يكون في سفر حلو، ورح تكون في رزقة بالبلد الجديد، وفي بداية جديدة، وأكنك عم بتعيش لأول مرة، أو عم بتعيش حياة أخرى بشخصية أخرى حبيبي بعد السفر، يعني في تغيير بالشخصية من بعد السفر. خلينا نشوف الأشخاص العزاب، يعني القراءة العاطفية بالنسبة للعزاب. إذا كنت أعزب من برج الحوت، في احتمال كبير لبرج الحوت انهم يبلشوا حياة جديدة، ينهوا مرحلة ويبلشوا مرحلة جديدة. مستعد كتير لاتخاذ القرارات، مع انه الحوت كتير بيدرس المواضيع قبل ما يقرر، لكن في هاي الفترة عم خلص وصل من الملل درجة انه عم بيكون سريع باتخاذ القرارات، عم بيكون في بالطريق طاقة سلبية أو حسد، أو في إشي موقف الموضوع. بالأكثر رح يكون حسد، يعني مش شغلة كبيرة اللي هي سحر أو لا، هي بس غيرة وحسد من بعض الأشخاص، فعم يوجهوا طاقة سلبية لإلك، عم بتأخر هاي المواضيع، أنت عم بتحاول تختفي عن هدول الأشخاص، يعني أنت كاشفهم وعارف كل شيء، عندك بصيرة معينة أو انكشفت لك أسرار بتخصهم. ورق فيه انتظار خلال الفترة الماضية لحد ما وصلت لمرحلة اللي هي اليأس، بالفترة اللي هي فترة شهر تموز، ممكن انك تقابل شخص لكن تهيألي لا راح ترفضه، ما بنصحك انك ترفضه، بنصحك انه تعطيه فرصة لهذا الشخص، حتى لو مش مبين عليه الجدية، لكن هو انسان من داخله انسان متوازن، مبين انه ممكن يكون مائي، ممكن يكون ترابي أو ناري، أسد قوس، ممكن يكون. إذن هذا كان بالنسبة للعزاب. بنشوف للمتزوجين، إذن بالنسبة للمتزوجين من برج الحوت، كيف الأمور عم تكون في شهر تموز، وعم يكون في حمل ولا لا، للي عم بيستنوا حمل على الطريق، خلينا نشوف فيه ولا لا. بالنسبة للعلاقة،
بين الزوج والزوجة عم تكون حلوة، عم يكون في تفاهم، عم بيكون في اللي هو استقرار، ما في اللي هو سعادة كبيرة أو حزن كبير، اللي هي الأمور العادية، ما في تغيير كتير مبين بالورق. شوية أخبار هيك يعني عم بتنغص شوي، لكن بتهيألي إنه متعودين أنتوا على هذا الموضوع، وكأنه في تدخل من الأهل نوعا ما، أهلك أنت أو أهله هو في علاقتكم، فتعودتوا على هذا الموضوع، وكأنه الشريك أو الرجل في العلاقة ما عم، أو حتى المرأة ما عم تقدر توقف الأهل عن التدخل في العلاقة، لكن هذا لا يؤثر أبدا، ما عم يؤثر أبدا. شايف الأطفال يعني حلوة، وضعهم حلو، البيت حلو، العلاقات عادي يعني جيدة، ما في انفصال. شايفة في حمل، ويمكن يكون حمل بتوأم، مش عارفة، بس في حمل للناس اللي بيستنوا حمل، ممكن يكون في شهر تموز احتمالية كبيرة. عم يكون في ترميم للعلاقة وتجديد للعلاقة في شهر تموز بالنسبة للمتزوجين. خلينا نشوف المرتبطين اللي هم مش متزوجين ولا منفصلين، اللي مع بعض كيف ممكن يكونوا في شهر تموز، أو شو نية الشخص المقابل ناحيتنا. لبرج الحوت، وكأنه الشخص اللي معك مش تمام، عم بيحاول يغير من حاله، يحسن من حاله، عم بيحاول يتطور لحتى يوصل لمرحلتك انت، او لحتى يليق فيك. عم بيحس انه انت افضل منه، لذلك بده يشتغل على حاله لحتى تقبل فيه، او يكون على نفس المستوى او مستوى متقارب منك، وكأنه انت اكثر منه مال، او في ناحية من النواحي اكثر نجاح في العمل. عم بتكون متألق في هاي العلاقة، عم بفكر فيك بشكل جدي، لكن شايف حاله هو انه مش مناسب هاي الفترة بالنسبة له، لسه ما صار الوقت اللي بقدر انه يكون بمثابة اللي هو انه يستحقك. فأكثر اشي هاي الطاقة مسيطرة على تفكيره، عم بيحبك كتير حب كبير، والباين انه هو عم بيحبك اكثر ما انت بتحبه. اذا لبرج الحوت المرتبطين، خلينا نشوف المنفصلين من برج الحوت. طبعا مش اشهر، من اشهر تركين، مش من سنين. راح نشوف اذا، والقراءات ممكن تكون عكسية وما بتنطبق على الكل، لأنها قراءة عامة مش قراءة خاصة، ف ما تزعلوا إذا ما انطبقت عليكم، ممكن تشوفوا حدا تاني يعني بقرأ تارت، ممكن تزبط معاك القراءة وتكون الطاقة واصلت له. خلينا نشوف للمنفصلين كيف عم بفكر فينا الحبيب. شوف الحبيب مشتاق، في شوق، في شغف، في، بس ما في توازن في حياته يعني، وكأنه خرب التوازن اللي كان عنده. بس كيف عم يشعر ناحيتنا؟ مترقب، حاطط كل اشي وراه وعم بيراقب، يعني ما عم بيركز في اشي معين، نتيجة انه مركز فيك انت اكتر من اموره هو، بانه يحل اموره.
انت عم تكون شخصيتك كتير قوية وقت الرجوع، اذا هو ناوي على رجوع، لكن انت اللي راح تكون بايدك اتخاذ اخر قرار، اللي هو قرار انه ارجع او لا، نرجع او لا. فعم تكون كتير مش قاسي، لا كتير قد الموضوع. عذبك هذا الشخص فيما يعني في يعني فيما سبق، لكن انت الان عم بتحاول انك ترد العين بالعين والسن بالسن زي ما بيحكوها، والبادي أظلم. فهو بدأ في الشر في الماضي، وكأنك راجع، لكن راجع بشروطك، راجع في بدك العلاقة تصير جدية أكثر. في مستقبل للعلاقة، ممكن يكون في مستقبل إذا هو اشتغل على حاله، أو أنت ممكن تساعده في إنه يشتغل على حاله أكثر. إذا للمنفصلين في كتير نسبة رجوع كبيرة بالنسبة لبرج الحوت. بهنيهم، قراءات كتير حلوة كانت. خلينا نشوف إذا في نصيحة ممكن الأوراق تفيدنا فيها لبرج الحوت. حبايبي نصيحة حلوة أنا فهمتها، وأكنه بحكي لك الورق استعيد شخصيتك القديمة. أنت تغيرت كتير في السنوات الأخيرة، وهاي التغييرات تسببت في إنك شوي رجعت لورا. فبيقول لك ارجع لأصلك، ارجع للمهارات اللي عندك جوا في داخلك، لشخصيتك القديمة، لطفولتك. استعيد هاي المشاعر، جدد مشاعرك. على قد ما انجرحت بيقول لك افتح صفحة جديدة، لأنه الخير فيه خير، فيه أشياء حلوة على الطريق. فبيحكي لك ما تيأس، لأنه إذا رجعت أنت زي ما كنت بالحماسة اللي كانت، يعني الطفل بيكون اللي بيحبه بيعمله، ما بفكر انه مثلا عواقب الامور وبعقد الامور، لا بنبسط في اي اشي ممكن يعمله، اي شيء يعني، اي لعبة، اي كذا بيختارها خلاص بده اياها، وكتير بينبسط فيها، اللي هي فرحة الاطفال. فبيقول لك انه ارجع لهاي الطاقة. نشوف من الورق الثاني اذا في نصيحة كمان لبرج الحوت. نصيحة من الورق أو من الكون ممكن تكون لإلك. بقولك ما تخاف، العدل موجود. قد ما انظلمت العدل رح ياخد مجرى. هذا الاشي بأكتر من ورقة بيّن. في مستنيك شخص حلو، يعني في بيت وفي شغلات، لكن بيقول لك انسى الأمور اللي عم بتكون يعني مش موجودة على أرض الواقع، انسى موضوعها، اتعامل بالواقع فقط، واتخذ القرارات عند يعني بالوقت المناسب، ما تتأخر، ما تفكر كتير وتهلك حالك في موضوع التفكير والأخذ والعطاء. كون أسرع باتخاذ القرارات، وإنك تلقط الفرصة بسرعة قبل ما ياخدها غيرك. كون سريع بالفترة الجاية، لأنه برج الحوت من الأبراج اللي نفس الوقت إنه عندها
عواطف وكذا، لكن بتحسب الأمور بشكل منطقي اللي هو كتير، وبتدرس التفاصيل وبتاخد وقت عشان تاخد القرار. فبحكي لك إنه لا، هاي الفترة كون متروي في اتخاذ القرارات لحتى تكون قراراتك سليمة، واستشير الناس اللي أكبر أو أصحاب الحكمة اللي عم بيكونوا حكيمين أكتر منا إذا ورا يعني.